تشرب ايه بقى؟ طب انضف معاكي الاول. ايه ده الدرجه دي باينه مش نظيفه خالص. مردومه. ده برضو المكان بتاع جدك؟ لا دي شقه جد نسمه. نسمه بقى اتربيت انا وهي مع بعض هنا في الغردقه. جدها وجدي كانوا صحاب قوي. بتعيش هنا؟ هي نسمه بقى لها شهرين في مصر. اصلها بتلعب مزيكا. فلقيت فرصه كويسه في مصر مع فرقه وكده. فراحت تجرب حظها. سابت لي مفاتيح الشقه عشان اخد بالي منها واسقي جنينه وكده يعني. فكرتيش ابدا تسيبي هنا وتروحي تعيشي في القاهره؟ فكرت يعني زمان كنت عايزه اعمل كده قوي. ده كان حلمنا اصلا انا ونسمه واحنا صغيرين. كنت عايزه ادخل كليه طب. كنت عايزه ابقى دكتوره. ما فيش حاجه حصلت. يعني زي اي احلام حلمنا بيها وما حصلتش. طيب ثانيه واحده. دور علي اي حاجه نسمعها. نسمع عندها حاجات حلوه قوي. نعهد جدا. متهيألي هسمعك حاجة على ذوقي بقى. ماشي. المستشفى معلش ممكن توطي شويه. الو ايه امتى وصلت؟ لا ما تعمليش حاجه خالص انا جاي دلوقتي. يلا معلش انا اسفه انا لازم امشي دلوقتي المستشفى لجدتي. حصل ايه؟ ايزيس جت. مين ايزيس؟ ماما في المستشفى راحت لقيته فلازم اروح دلوقتي. طيب مش مشكله بس طمنيني. بس انت هتعمل ايه؟ انا ممكن اخدك تبقى هنا على فكرة لو ده مش هيضايقك. لا تمام خليك هنا. انا بس كنت عايزة. معلش الايام جاية كتير. معلش. طيب لو احتجت اي حاجة كلمني وانا هرجع بسرعة. قولي بقى لو هتهرب من القاهرة وهتختار مكان تاني هتروح فين؟ في أحلى من الهروب اللي أنا فيه دلوقتي. أقعد في كابانة زي دي في حضنك. بلاش كلام مراهقين بقى. يا ريت كلام المراهقين كان دام. بجد أكيد يعني في مكان معين عايز تروح. سيوة. سيوة؟ أنت عارف إن أنا عمري ما روحتها؟ يلا نروح سوا. بلاش يا عمر. ليه؟ بلاش وعود. دي أمنية إن احنا نروح مع بعض. مش معنى سيوة. مفيش زمن. الزمن بيقف. وأنا في عزلة في نفس الوقت. المكان الوحيد اللي حسيت فيه إن أنا جزء من كيان أكبر مني. كل حاجة ليها روح. النخيل له روح، الهواء، السماء، مع اني حرفيا في وسط الصحراء.
ياريت نروح سوا بعد نبصر القمر وهو بدر، ناكل نشرب نحب. ونرغي لحد الصبح، لما يجي الصبح بقعد اكتب. ده لو عرفت اركز وانت قاعده قدامي كده. طيب بتحب اكتر ايه، التدريس ولا الكتابه؟ انا طول الوقت بتسأل السؤال ده. طبعا الناس فاهمه ان انا بدرس لان انا كاتب فاشل، او لانه التدريس ده وظيفه مضمونه وباخد مرتب ثابت، بس مش دي الحقيقه. ما فيش امتع من اني اقعد اسمع الطلبه هما بيتكلموا، وكل واحد عايز يعبر عن نفسه، وكل واحد عنده طريقه تفكير غير التاني، ولا الشغف بقى اللي عندهم وهم نفسهم يسمعوا مني معلومة جديدة وأنا ما عنديش أي حاجة. يعني خسارة، إحنا متهيألي ما بنحبش المدرسين قوي، ولا حتى هم مبسوطين إنهم مدرسين. قاتل الله الوقت. هشوفك امتى تاني؟ هنبقى نتكلم. خلاص بقى يا ريس، خلاص. ليه مش عاجبك كمان حضرتك يا فندم؟ خلاص بقى يا ريس، مش عملت اللي انت عايزه. مع السلامه. هلا، السواق ده قليل الادب وحرامي كمان، بس الاستاذ المحترم ده مسك السواق قدبه. بجح قوي الراجل ده، مش كده يا استاذ؟ معلش، حصل خير. لا استاذ عمر، معرفة نسمة وكان هنا بي. أنا كنت بتفرج على الكابانة لأن احتمال أشتريها. أستاذة نسمة قالت لي إن المفتاح مع مدام هالة. أخيراً نسمة هتبيع البيت؟ كويس قوي. شرفتنا يا أستاذ عمر، وبجد إحنا آسفين على اللي حصل. أنا اللي آسف إن أنا تعبتك وعطلتك. شكراً، فرصة سعيدة يا فندم، اسمحي لي.